المنطلق في المملكة المغربية في التعامل مع هذا اتفاق الهدنة هو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، وآخرها في قمة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، حيث أكد جلالة الملك بأن خفض التصعيد هو ضروري للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية، و خفض التصعيد سيؤدي كذلك إلى دخول في مسلسل يؤدي إلى وقف إطلاق النار دائم. من هذا المنطلق كترحب المملكة المغربية بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة، وكتمن جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية التي أدت إليه. المملكة المغربية كتعتبر هذه مرحلة اللي بحال اللي قلت يمكن لها تسمح بالأساس بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهي كذلك يمكن تشكل لبنة للتفكير فيما هو أهم، اللي هو وقف إطلاق النار دائم ويمكن مراقبته. أكثر من هذا، كما أكد جلالة الملك، طموح المغرب ورغبة المغرب هو أن للخروج من الأزمة، والمجتمع الدولي في منطقة الشرق الأوسط ما خصوش يبقى دائما في مرحلة تدبير أزمات، خص يكون في مرحلة فتح آفاق لحلول جذرية للقضايا الأساسية، والقضية الأساسية هي تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه. فضروري من الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق فتح آفاق للسلام من خلال عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. بدون هذا الأفق السياسي غادي نبقاو في منطق تدبير الأزمات من أزمة إلى أخرى، وبالتالي فالمغرب بحال اللي قلت كيرحب بهذا المجهود المهم اللي أفضى إلى هذه الهدنة الإنسانية. يطالب بأن تخفيض التصعيد يجب أن يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكما أكد ذلك جلالة الملك يؤكد على أن الخروج من هذه توالي الأزمات في الشرق الأوسط لن يتم إلا بتمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في إقامة دولته. شكرا.